السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. اوكي غندويو، اوكي عارف فرعت لكم راسكم بهاد اوكي ما مبقاش نقولها. اوكي بالنسبه للحاجه اللي غنقول في هذا الفيديو اللي غنقولها ونمشي في حالي، هي ان بزاف منكم دابا خايف، بزاف منكم خايف وعارف هاد اللعيبه هادي. علاش؟ حيتاش الارتباك ديال الامتحان، وغنقول لكم كيفاش كيوقع هاد الارتباك هذا وشنو خصكم تعرفوا بالضبط. اول حاجه خصك تعرفها هي انك انت راك بنادم ماشي شي فضائي، ولا يعني انت راه الضروره ديالك الطبيعيه كتخاف. هذا الخوف هذا ماشي شي حاجه اللي خايبه، بالعكس هي واحد الحاجه اللي كتكون دافع ديالك باش تنوض وتقلب على شنو اللي مخوفك. ولكن بلاتي انت خدمتي ودرتي كل شيء وخايف، واي علاش انت خايف؟ حيتاش العقل ديالك في واحد المرحله ديال العد العكسي. كل ما كان العد العكسي كل ما العقل ديالك كيحس بواحد الارتباك ديال راه قريبه واحد الحاجه اللي غتقتلك، ولا يعني العقل هكا داير التصميم ديالو. والدافع ديال الخوف الكبير اللي يعني احتمال ديال بزاف ديال الناس خايفين منه هي انهم ينساو شنو فهموا وشنو حفظوا. شوف واحد الحاجه كيديرها العقل ديالك دابا هي انك كيسولك على كل شيء، ما كيسولكش على حاجه وحده بالضبط، كيسولك على كل شيء. في الامتحان كيكونوا اسئله مباشره، يعني داك الامتحان تيكون فيه سؤال ليك انت كتقلب على الجواب. اما العقل ديالك في هذه اللحظه هذه فكيسولك على جميع الدروس اللي قريتي. فإلا جيت انا قلت لك شنو سميتك، شنو سميت باك، شنو سميت امك، شنو سميت اختك، شنو سميت بنت خالتك، شنو سميت، والقائمه طويله، واش ماشي غتحسب واحد الارتباك غتنسى؟ وي، ولكن ملي غنجي ونباسي لك واحد السؤال اللي هو مباشر غتلقى الجواب ديالو. كنتمنى تكون دابا فهمتي علاش انت خايف، العقل ديالك داير هكا. ولكن راه ان فوا غتحط لك الورقه راك غتفرسها. شوف هذه راه معادله تفاضليه في الحياه، خدمتي غتجيب، خدمتي غتجيب، ما كيهمش الكيفية كيفاش خدمتي، اللي كيهم هو أنك خدمتي. بما أنك عندك واحد العقل، عندك الوعي، إذا أنت راه غتكون خدمتي مزيان وأي تحط لك أي سؤال غتجاوب عليه. سو الحاجة اللي نقد نقول لك دابا والنصيحة اللي نقد نقول لك دابا هي ما تخافش من الخوف ديالك. العقل ديالك في المرحله ديال العد التنازلي راه هكا دايره الطبيعه ديالو. حتى في العرس ديالك، في العرس ديالك انت ولا العرس ديالك انت، راه نورمال قبل من العرس تكون فيك الارتباك وهكا داير الامتحان بحال غادي للعرس، يعني غادي الامتحان بحال غادي للعرس بنفس الارتباك. ولكن من مور داك العرس كيدوز داكشي زويون، يعني مور الامتحان غدوز داكشي زويون. غير الاهم هو انك تكون شديتي، يعني تكون حفظتي، تكون واخا دابا انك تمشي تفهم مثلا اربعه دروس في الجغرافيا واربعه دروس في التاريخ، فهذا المرجح انك غتجاوب في المقاله وتجيب 10 على 10 في المقاله. بالنسبه لي انا كواحد اللي ركز على الاجتماعيات في هذا لاشين هادي، انا عارف العامل ديال الوقت واحد العامل اللي مهم بزاف. يعني دابا ما بقاش الوقت، وي، ولكن حاول انك واخا ما يبقى لكش الوقت تكون عندك ديك العزيمه والثقه انك تهز على الاقل تعمر الكاس ديالك. انت بحال شي كاس خاوي خصك تعمر الكاس ديالك حتى يفيض، يعني فين ما جا شي سؤال، فين ما جا شي بلاصه بغاك تعطي فيها كتعطي فيها. هذا هو اللي كنحاول نشرح لك دابا، هو انك تفيض الكاس ديالك، تعمرو حتى يعمر يعني كامل بالمعلومات وسير. اما بالنسبه للخوف صديقي هو واحد رده الفعل ديال العقل ديالك وديال الكيمياء ديالك نتايا، فما تخافش من الخوف، يعني حاول تركز على الاهم اللي هي النقطه الزوينه اللي غتجيب. والارتباك ولا الخوف راه كاين فينا كاملين حنا كانسان، من غير هذوك اللي محيده لهم اللوزه الدماغيه، هذوك في جهه اخرى. حيت الا كانت اللوزه الدماغيه ما عندكش فراك واخا تشوف ميت حداك هكا تشوف فيه عادي، ما كاينش اشكال، ما كاينش الخوف. اما بالنسبه لك انت كانسان عنده واحد الوعي، داك الخوف اللي كيخليه انه يتحرك، هذا ماشي عيب. اما بالنسبه للخوف ديال انك الا وصلتي راه غتنسى كل شيء، هذا غينساه، حيت ملي كتوصل الورقه راه العقل الباطن ديالك، الدماغ كاع، العمق اللي عندك في العقل كاع، داكشي كاع، دوك الاعصاب، كلشي تيخدم باش انك تحط الجواب المناسب في المكان المناسب. دونك ثق في راسك، ثق في القدرات العقليه ديالك، ثق في داكشي كامل اللي عاودتيه وشفتيه وطليتي عليه وسمعتيه وقريتيه، كاع داكشي اللي داز على عينك ولا على ودنيك ولا عاودتيه انت بفمك، فداكشي
كيبقى مرسخ في الدماغ ديالك غير هو. انت دابا كتسول راسك بزاف ديال الاسئله من بزاف ديال الدروس من بزاف ديال البلايص، يعني بالنسبه للاجتماعيات التربيه الاسلاميه العربيه الفرنسي، هكا العقل ديالك كيحسسك باللي راك نسيتي كلشي. راك ما ناسيش كلشي يا صاحبي، راه خصك سؤال مباشر، وهاد الاسئله المباشره فين كتكون؟ في الامتحان. دونك هادشي اللي بغيت نقول لك وهادشي اللي بغيت نوصل لك. واحد اللعيبه غنصحك بها وغتحسك شويه بالانتعاش، يعني قبل ما تمشي بنص ساعه، حاول تدوش بالماء بارد. فاش تكون شاد الورقه ديال الامتحان حاول انك تنفس بواحد العمق، يعني التنفس ديالك يكون عميق جدا باش ترتاح مع الورقه وتناغم معاها وتنسجم مع الورقه وتخدم مزيان. وبغيت نقول لك انك قبل بنهار ما تمشي تدوز الامتحان الجهوي ولا مهم، قبل ما تدوز حاول في ديك الليله انك تجيب واحد الكاس، يعني واحد الكاس نص كاس ديال الماء تشربه في الاول وتتكى وتنعس، وتحاول انك تخيل راسك في الطاوله وكتجاوب على التمرين وانت فرحان. ملي تفيق شرب نص كاس الاخر وتتكى نيشان. هذه نصيحه نقولها لك انا مني لك. اوكي هادشي اللي بغيت نقول عاود اوكي سمحوا لي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم وشكرا بزاف يعني على السيبور ديالكم. هذه واحد النصائح صغيره وبغيت نقولها لكم، وبطبيعه الحال داكشي اللي عندي قلته سمحوا لي حيتاش تعطلت شويه هاد المره. بون كوراج والله يجيب النجاح، وبطبيعه الحال ماشي غير النجاح، المونسيون، حنا هدفنا المونسيون ونقطه زوينه ان شاء الله باش يكون عندك واحد لافونتاج في الباك. هادشي اللي بغيت نقول عاوتاه. الى اللقاء. وخوتي بغيت نقول لكم حاولوا توصلوا لاشين ثانيه، راه دايرها انا في لاشين، حاولوا توصلوها الالف، يعني عندي بزاف الافكار باغي نحطها هنا، نحطها لكم في الديسكريبشن، وحاولوا توصلوها الى مهم نتوما وعقلكم نتوما والاراده ديالكم، هذاك تيبقى شغلكم. وصلات هي هذيك، ما وصلاتش هي هذيك، حتى من بعد ولا حتى لشي عام ولا ما نعرف. مهم وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، اللي بغى يسولني ولا شي حاجه مرحبا به، انا كنكون بعض المرات حال، غير حاولوا تباسيو لي الميساجات في الوقيته اللي كنكون حال فيهم بحكم انني كنراجع دابا لراسي. وشكرا على المشاهده ديال هذا الفيديو. بيس اند لوف. وما تنساوش قبل الامتحان بوسوا ماماكم وعنقوها بالجهد بالجهد بالجهد، وسيروا الامتحان وما تخافوا من والو. الى اللقاء.